اليوم غادي نشوفوا واحد الدرس اللي كيخص الثانيه بكالوريا علوم الحياه والارض، وكذلك العلوم الشعب العلميه وشعبه العلوم الزراعيه. الدرس غادي يكون هو المجموعات الميكانيكيه المتذبذبه. نبداو على بركه الله. اول حاجه خاصنا نعرفوا هو بعض التعاريف او تقديم ديال المجموعات الميكانيكيه المتذبذبه. تعريف للمجموعه الميكانيكيه المتذبذبه. المجموعه الميكانيكيه المتذبذبه هي مجموعه تنجز حركه دوريه من ذهاب واياب حول موضع توازنها المستقر. يمكننا نشوفوا بزاف ديال الامثله للمجموعات الميكانيكيه المتذبذبه. نذكر منها نواس المرن الذي يتكون من نابض موصول بجسم صلب، فهو كيدير حركه تذبذبيه حول مركز توازنه المستقر. ثاني مثال معنا اللي هو النواس البسيط اللي ما يمكنش نمثلو او لا تمثيل بسيط ديالو، هو خيط معلق عليه جسم صلب لديه كتلة نقطية. ثالث مثال اللي نشوفه هو النواسات او النواس الوازن الذي يتكون من مجموعة ميكانيكية قابلة للتأرجح حول محور ثابت دلتا. كيف ما نقدروا نشوفوا عاود نوع اخر اللي هو النواس اللي الذي يتكون من سلك اللي موصول بقضيب قابل للدوران. جيد، نشوفوا عاود تعريف اخرى للحركه التذبذبيه ومميزاتها. الحركه التذبذبيه هي حركه ذهاب واياب حول موضع معين، وهي حركه تميز المتذبذبات الميكانيكيه بحال اللي شفنا لا ديك الخيط الموصول بكريه او لا النابض، فكاملين كينجز واحد الحركه ديال ذهاب واياب حول موضع معين. اذا نعرفوا حتى تعريف ديال الحركه التذبذبيه الحره، هي حركه تذبذبيه التي تنجزها المتذبذب او المتذبذبات الميكانيكيه دون ان يكسب طاقه من اي مجموعه خارجيه بعد احداث حركته. بحال هذيك الكريه مع الخيط ملي كنهزها كنطلقها كتبقى دير حركه بوحدها بلا ما تحتاج اي تدخل مني. اذا هذا كنسميه بانها حركه تذبذبيه حره. كمثال عاود ديال النواس المرن اولا النابض، النابض ملي كنجروه كنطلقوا كنشوفوا بانه كيبقى يدير حركه تذبذبيه بلا ما يحتاج تدخل مني. اذا حتى هذه كنسميوها حركه تذبذبيه حره. هذه الحركه التذبذبيه الحره عندها عده مميزات، نذكر منها ثلاثه ديال المميزات اللي معروفين. هو موضع التوازن المستقر، وهو الموضع الذي اذا ازحنا عنه المتذبذب يعود اليه. دائما غادي نرجع نشرح بالنواس البسيط حيت سهل ديال الخيط مع كريه. الا زحت الكريه على موضع التوازن ديالها كنلاحظ منها كتبغي دائما ترجع لموضع توازنها المستقر. ثاني مميز وهي وسع الحركه. وسع الحركه كنعطيوها تعريف ديال المسافه او الزاويه القصويه التي يقطعها مركز المتذبذب حول موضع التوازن خلال دبدبة واحدة. ثالث مميز وهو دور الحركة، وهو المدة الزمنية اللازمة لإنجاز دبدبة واحدة ونرمز له ب ت صفر ونعبر عنه ب الثانية. جيد، خمود نعرفوا دابا خمود الدبدبات الميكانيكية. تعريف ظاهرة الخمود: خلال حركة ميكانيكية متذبذبة يتناقص وسع الدبدبات تدريجيا مع الزمن الى ان يتوقف المتذبذب عند موضع توازنه المستقر بسبب وجود الاحتكاكات، وتسمى هذه الظاهره بظاهره الخمود. بحال نرجع للمثال ديال النابض، الى طلقنا النابض الى قمنا باطاله النابض وطلقناه غادي نلاحظوا بانه كيدير واحد الحركه تذبذبيه. الى ما كانوش احتكاكات غادي يبقى الوسع ديالو، يعني الوسع او المسافه القصويه اللي كيقطعها النابض باش يدير دبدبه كتبقى ثابته، ولكن الى درنا له احتكاكات مع المائع او مع جسم صلب فراك نلاحظوا بان الوسع ديالو كيبقى صغار صغار الى ان يتوقف في موضع استقراره. وهنا كنقدروا نميزوا جوج الانواع ديال الاحتكاكات، هي اما احتكاك مع مائع كالهواء او الماء، واحتكاكات صلبه التي تكون بين الاجسام الصلبه. جيد، بالنسبه لانظمه الخمود نقدروا نشوفوا جوج انواع ديال الانظمه، سواء خمود ضعيفه او لا خمود حاد. بالنسبه للخمود الضعيف، خلال خمود ضعيف ينجز المتذبذب ميكانيكي وسع المتذبذب
عفوا خلال خمود ضعيف ينجز المتذبذب ميكانيكي ذبذبات يتناقص وسعها مع الزمن الى ان يستقر في موضع توازنه المستقر، فتصبح بذلك الذبذبات شبه دوريه وتتميز بشبه الدور تي. كيف ما كنشوفوا في هذا الرسم، هذا نظام شبه دوري، ف كنشوفوا بان الوسع ديال الذبذبات كيتناقص مع مرور الزمن الى ان يستقر في موضع توازنه. هذا الخمود فهو نتيجة عن وجود احتكاكات ضعيفة، هذا اللي خلى انه الخمود يكون خمود ضعيف. نوع النظام، هناك ملاحظة ان ملي كيكون عندي خمود ضعيف اي ان النظام شبه الدور، فان الذبذبات تنجز ذبذبات دورها تي يقارب تي صفر دور الذبذبات الحرة. فيما يخص نظام الخمود الحاد، خلال الخمود الحاد تزداد أهمية الخمود، فيتناقص وسع الحركة بشدة خلال مدة زمنية قصيرة، وتصبح الذبذبات غير دورية. بحال كنلاحظوا مثلا إذا كان عندنا النابض وقمنا بالإطالة ديالو، ملي كنطلقوه إذا كانوا احتكاكات مع السطح الصلب، فراه كنلاحظوا بأنه ما كينجزش حتى شي حركة تذبذبية، كيرجع لموضع الاستقرار ديالو بشكل كيرجع لموضع الاستقرار ديالو بواحد الشكل اللي هو سريع. اولا نعطيو مثال اخر ديال الارجوحه، مثلا حديده كتارجح حول محور دوران ديالها دلتا، الا كان هناك صدى فبالتالي كيكون احتكاكات جد مهمه، الا زحنا على موضع الاستقرار وعاود رميناها ما غاديش تنجز لنا حركه تذبذبيه، فغادا ترجع مباشره الى موضع الاستقرار ديالها دون ان تنجز اي حركه تذبذبيه. وهنا كنقدروا اننا لاحظوا وجود ثلاثه الانواع ديال الانظمه بسبب الخمود الحاد، اللي هو سواء النظام الحريج، كاين عندنا النظام فوق الحريج لان المجموعه المتذبذبه ما كترجعش لموضع الاستقرار ديالها مباشره، ولكن من بعد واحد المده طويله هنا كيكون احتكاكات جد مهمه. اولا نظام تحت الحريج كنشوفوا بان المجموعه المتذبذبه بحال كتنجز واحد التذبذبه اللي هي صغيره وكترجع لموضع الاستقرار ديالها. جيد، اذا غنقوموا بدراسه مجموعه متذبذبه، ناخذ المثال ديال نابض وجسم صلب. اول حاجه خاصنا نتذكروا هو قوه الارتداد المطبقه من طرف النابض. باش نعرفوها اكثر نعتبر واحد النابض، نعتبر نابض افقي غير ممدود بدئيا، طول ديالو ال صفر، ومركز او لم موصل بجسم صلب، مركز قصوره منطبق مع النقطة A صفر. إذا قمنا بضغط النابض فنلاحظ أن النابض يطبق قوة في خارج إلى الخارج، بحيث أن هذه القوة كتبغي أنها ترد الموضع الاستقرار ديالو، كنسميوها F. وكنلاحظوا بأن الإطالة ديال النابض أنه في الأول كانت عندنا L زيرو، خلال ضغط النابض اصبحت ال، وهذا الفرق ديال طول النابض كنسميوه دلتا ال. في الحاله الثانيه عند اطاله النابض نلاحظ ان النابض يطبق قوه اف لكي تعيده الى مركز او لا عفوا الى موضع توازنه المستقر. في هذه الحاله كيصبح طول النابض اللي هو ال، و ال صفر ناقص ال تساوي دلتا ال. من هنا كنخرج واحد الاستنتاج ان النابض يطبق على الجسم قوه ارتداد اف تسعى الى ارجاع طرفه الحر الى وضعه البدئي، ويعبر عن قوه الارتداد ب اف، ونرمز لها ب اف متجهه تساوي ناقص ك دلتا ال مضروبه في اي، بحيث ان اي هي المتجهه الوحيده الموجهه للمحور او اكس. جيد، مع ك هي صلابه النابض ووحدتها في النظام العالمي نيوتن بار متر، دلتا ال كتساوي ال ناقص ال صفر اللي كنسميوها إطالة النابض، والوحدة ديالها هي المتر. في هذه الحالة عندنا دلتا ال صفر كانت منطبقة مع أصل المعلم، بالتالي كانت كتساوي صفر، و ال كانت منطبقة مع الأفصول إكس، بالتالي غتبقى عندنا دلتا ال تساوي اكس. بالتالي نحصلوا على هذه النتيجه ان اف كتساوي ناقص كاكس مضروبه في اي. جيد،
في هذه المرحلة غادي نحاولوا أننا نوصلوا أو نحصلوا على المعادلة التفاضلية لحركة مركز قصور الجسم في حالة الاحتكاكات المهملة. جيد، أول حاجة كنقوم بها دائما هي المجموعة المدروسة، ثاني حاجة جرد القوى. المجموعة المدروسة كانت عندنا احنا هي الجسم S أو لا الجسم الصلب عفوا. بالنسبة لجرد القوى فهناك ثلاث قوى مطبقة على هذا الجسم. القوة الأولى اللي هي الوزن بي، لدائما كنشيروا لها كتكون شاقولية موجهة نحو الأسفل. ثاني قوة اللي هي F، قوة الارتداد المطبقة من طرف النابض. هنا كان عندنا النابض مطال، بالتالي كتكون موجهة إلى داخل النابض. ثالث قوة وهي R أو القوة المطبقة من طرف السطح أو اللي كنسميوها تأثير السطح. ثاني مرحلة كتجي هي تطبيق القانون الثاني لنيوتن، اللي كيقولنا بأن مجموع القوى المطبقة على الجسم تساوي M مضروبة في متجهات التسارع، M اللي هي كتلة الجسم S. جيد، إلا طبقنا هذا القانون هذا عندنا ثلاثة ديال القوى، إذا غادي نلقاو P زائد F زائد R كتساوي M AJ. المرحلة الثانية اللي بقات هي أننا نقوم بإسقاط هذه العلاقة هذه اللي حصلنا عليها. إذا نقوم بإسقاط العلاقة السابقة على المحور أو X فنحصل على قبل اللي خاصني نلاحظ هو أن R و P جوج قوى عمودية على المحور أو X، بالتالي الإسقاط ديالهم غادي يكون كيساوي الصفر. والإسقاط ديال F على المحور أو X بحال اللي سبق لنا شفنا أن F كتساوي ناقص K X E، إذا الإسقاط غادي يخلينا غير ناقص K X. إذا P صفر R صفر و F ناقص K X M، والإسقاط ديال R G غادي يعطينا الإحداثيات على المحور أو X اللي هي A X، مع A X كتساوي الشقاق أو المشقة الثانية للأفصول X. في هذا الدرس هذا غادي نبقاو ديما نرمزوا الشقاق الثاني ب X جوج نقاط. إذا إلا عودناها هنا غادي تولي لنا على شكل ناقص K X كتساوي M X جوج نقاط. جيد، اي ان الى دينا هذا ناقص ك اكس للجهه الاخرى تبقى لنا ام اكس اس 2 زائد ك اكس تساوي الصفر. نقسموا كل شيء على ام، تبقى لنا اكس جوج نقاط كتساوي ك على ام اكس تساوي الصفر. هذه هي المعادله التفاضليه لحركه مركز قصور الجسم صلب في حاله الاحتكاك مهمل. جيد، بالنسبة لحل هذه المعادلة التفاضلية فهو يكتب على الشكل التالي: x t تساوي x m كوسينوس 2 بي على t صفر t زائد في، مع 2 بي على t صفر t زائد في تسمى طور الحركة التذبذبية ووحدتها يكون هو الراد. بالنسبة ل x m تسمى وسع الحركة، t صفر الدور الخاص يكون بالسكوند، الدور الخاص كيف ما سبق لنا شرنا له من قبل اللي هو المده الزمنيه اللازمه لانجاز ذبذبه واحده من طرف المجموعه المتذبذبه. وفي يسمى الطور الخاص عند اصل التواريخ، او لا عفوا الطور عند اصل التواريخ. اذا التمثيل ديال الداله اكس دو تي بدلاله تي كتكون على هذا الشكل هذا، بحيث ان اكس ام كنعرفوها هي الاسقاط ديال الذروات هاد الشكل على المحور او اكس باش نحصلوا على اكس ام. اما بالنسبه للتي صفر الدور الخاص فهي المده الزمنيه الفاصله بين ذروتين متتاليتين. دابا غادي نشوفوا كيفاش ممكن اننا نلقاو تعبير الدور الخاص تي صفر. نشق الافصول اكس مرتين بحال اللي سبق لنا شفنا بان اكس دو تي كتساوي اكس ام كوسينوس دو بي على تي صفر على تي صفر تي زائد في. إذا درنا لها الشقاق كتكون على هذا الشكل: x نقطة تساوي ناقص 2π على t صفر xm سينوس 2π t صفر t زائد في. الشقاق الثاني كيكون على هذا الشكل: x نقطتين تساوي ناقص 2π على t صفر الكل أس 2 xm كوسينوس 2π على t صفر t زائد في. كيف ما كتلاحظوا معي هنا أن xm الكوسينوس 2π t صفر t هي x دو تي. إذا غادي تولي على شكل ناقص جوج دو بي على تي صفر الكل أس 2 إكس دو تي. إلا عوضنا هاد النتيجة في المعادلة التفاضلية السابقة اللي كانت على شكل إكس جوج نقاط زائد ك على إم إكس تساوي الصفر، تصبح هاد المعادلة التفاضلية على الشكل التالي: أن
نعوضوا اكس جوج نقاط بناقص دو بي على تي صفر اس 2 اكس تي بحال اللي كتشوفوا هنايا و زائد ك ام اكس تساوي الصفر. نعملوا باكس غتولي على شكل اكس عامل لواحد عامل لناقص دو بي على تي صفر اس 2 زائد ك على ام تساوي الصفر. بما ان اكس تخالف الصفر فغادي نحصلوا على ناقص دو بي على تي صفر كل اس 2 زائد ك على ام تساوي الصفر. من هذه النتيجه نقدروا اننا نجبدوا تي صفر باش نحصلوا على النتيجه التاليه، ان تي صفر تساوي دو بي جذر ام على ك. هذا هو تعبير الدور الخاص تي صفر، هذا التعبير اللي هو مهم جدا من بين الحوايج اللي مهمه في هذا الدرس هذا. جيد، اذا غادي ندوزوا دابا لظاهره الرنين الميكانيكي. قبل ما نعرفوا ظاهره الرنين الميكانيكي خاصنا ضروري نعرفوا التعريف ديال الذبذبات القصريه. تخمد الحركات التذبذبيه الميكانيكيه مع الزمن بفعل احتكاكات التي لا يمكن تجاهلها في الواقع. ولصيانه حركه هذه المتذبذبات نستعمل جهاز ملائم يمنح الطاقه اللازمه، حيث نستعمل جهاز المستعمل حيث نسمي الجهاز المستعمل بالمثير عفوا، اذ يفرض هذا الاخير على المتذبذب حركة جيبية دورها تي صفر تسمى ذبذبات قصرية، ونسمي المتذبذب بالرنان. خلاصة أن في ظاهرة أن في الذبذبات القصرية نستعمل جهاز غالبا ما يكون عبارة عن محرك الذي يسمى بالمثير يعوض الطاقة الضائعة بسبب الاحتكاكات. بحال اللي سبق لنا شفنا من قبل بأن الاحتكاكات تؤدي إلى خمود الحركة، باش اننا ما نخليوش هذاك الخمود يبقى يوقع فكندير واحد الجهاز ملائم اللي كنسميوه المثير. وفي هذه الحاله المجموعه المتذبذبه كامله كتولي كتسمى بالرنان. دابا نشوفوا ظاهره الرنين الميكانيكي للتعريف ديالها كيكون على هذا الشكل. ان تحدث ظاهره الرنين الميكانيكي عندما يقارب دور الذبذبات القصريه تي او الدور الخاص تي صفر، فيصبح وسع الذبذبات القصريه للرنين قصويا. يعني ان الجهاز او المثير كيفرض على المجموعه المتذبذبه واحد الدور ديال الذبذبات اللي كيساوي تي او. الى تي او ولا كيقارب الدور الخاص بالمجموعه المتذبذبه تي صفر، فهنا كتحدث لنا ظاهره الرنين الميكانيكي. والشرط ديال حدود ظاهره الرنين الميكانيكي هي ان تي او تكون كتساوي تي صفر. عندنا جوج انواع ديال الرنين الميكانيكي واللي عندهم علاقه بالخمود او تاثير الخمود على ظاهره الرنين الميكانيكي. فيتناقص وسع الذبذبات القصريه للرنان كلما كان الرنين قصويا، حيث نميز حالتين اللي هما الرنين الحاد والرنين الضبابي. يكون الرنين الحاد نحصل عليه عندما يكون الخمود ضعيف ووسع الذبذبات القصريه للرنان كبير. اما بالنسبه للرنين الضبابي فنحصل عليه عندما يكون الخمود قويا ووسع الذبذبات القصريه للرنين صغير.